السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني كتير 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 جدا جدا. بناء على طلبكم، لما طلبتوا مني ان انا اعمل ماسكات بعد نجاح ماسك البيكنج باودر، جايلكم النهارده بوصفة روعة روعة روعة، هتخليكي كده تنوري كده تنوري. وصفة النهارده بحاجات بسيطة موجودة عندنا في كل بيت، مكونات بسيطة، مش هتشتري حاجة ولا هتتكلفي، هتنوري. وليه كلاك؟ يلا بينا نروح نشوف الوصفة بتاعتنا. وقبل أي شيء حابة أبعت سلامي لدودو روز حبيبة قلبي، هتلاقوا اسمها موجود فوق. حبيبتي اللي هي بتساعدني في كل حاجة، كل وصفة هي بتجربها بتوجهني. يلا بينا نروح نبدأ الوصفة قبل ما العالمية تشوف عندي الجبنات. يلا بينا. النهاردة لازم نتعمل في المطبخ. نبدأ بسم الله يا جماعة مع بعض، ونقول ايه المقادير بتاعتنا ومكونات الوصفة بتاعتنا. أول حاجة معانا كركديه أهو، بصوا الشكل أهو، أيوة كركديه أهو. الكركديه ده بننقعه طول الليل، بنسيبه لغاية لما يدينا المية بتاعته اللي هي دي، واخدين بالكم من دي؟ ما علينا، في جديد. ومعانا كمان معلقة نشا كبيرة، هما دول بس مكونات الوصفة. مية الورد دي أنا جايباها بس هنستخدمها بعد شوية في وصفة تانية إن شاء الله تفيدكم. الوصفة دي يا جماعة كل حاجة طبعا وليها فايدة. الكركديه النشا ليه فوايد كبيرة جدا، النشا بيشد الوش وبيمنع التجاعيد، والكركديه كمان بيورد الوش، بنستخدمه في أكتر من حاجة. الكركديه احنا بنستخدمه في صبغة الشعر أساسا عشان بيدي اللون الأحمر، ما بالكم لما يتحط بقى في ماسك وعلى الوش على طول. الماسك بتاع النهاردة ده يا جماعة عايزة أقول لكم فوايده، بتخلي البشرة ناعمة جدا وما بتخليش ولا في أي بقعة. تخيلي بقى انت بقى بيبقى في بقع في وشك كده، في لون غامق ولون فاتح احيانا من فرق اللون من الحجاب، او بتبقى طبيعه في البشره، فدي بيضيع فرق اللون تمام، وبيخلي لون الخدود وردي، وبتبقي مش محتاجه ميك اب نهائي، مش محتاجه اي ميك اب، مجرد ما بتحطيه في الوش بينعم البشره وبيورد. بينا يلا نشوف هنعمل ايه. بسم الله، اول حاجه بنستخدم البوتاجاز. الكركديه اللي احنا قلنا عليه المنقوع، وبنحطه بنفضيه كده تمام، وبعدين بنجيب النشا، وبعدين بنجيب معلقة النشا اهو اهو، معلقة كبيرة نشا، وبننزلها على نقلب لما يدينا قوام كريمي. على فكرة هو ده ماسك، انت لو حابة تقلبيه كريم، لو عندك فازلين او عندك جليسرين، بعد ما بيبرد خالص بتضيفي معلقة فازلين او جليسرين وبتستخدميه، بتحطي في التلاجة لمدة اسبوع وبتستخدميه ككريم. انما احنا هنستخدمه ماسك، وهقول لكم دلوقتي بنستعمله قد ايه. نفضل نقلب كده على نار هادية لغاية لما يصبح الماسك بتاعنا كريم. بصوا يا جماعة، بصوا اللون تحفة تحفة تحفة. لا مش تسيبيه لمدة أسبوع، مش تسيبيه لمدة أسبوع في التلاجة، لا انت تستخدميه لمدة أسبوع. بصوا يا جماعة بدأ يسحبوا له، بصوا تقل ازاي. لو احتجتي تحطي تاني نشا على حسب بقى ايه نظرتك. انا مش عارفه ظاهر ولا لا، اللون بدأ يتحول لفين. الحاجات
اوكي ركزي ما تصفاش معايا كويس. حاول بدأ يبقى ايه زي الكريم. تمام كده نفضل نقلب 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 لغاية لما يدينا قوام كريم. هو بس مش واضح قوي من البخار بتاع النار. بصوا تقل ازاي، شايفين تقل ازاي اهو يا جماعة. عايزة اوريكم قوامه دلوقتي اصبح عامل ازاي. بصوا تقيل قوي اهو، بصوا شايفين كريم في البوتاجاز ونرجع. بصوا يا جماعة بصوا بقوا عامل ازاي، بصوا بصوا بقى تقيل ازاي اهو شايفين كريمي جدا اهو شايفين جماله. ولسه لما يتحط على البشرة كمان هيبقى تحفة تحفة تحفة. خدوا بالكم النشا بتشد البشرة وبتمنع التجاعيد، شد البشرة شدة حلوة قوي زي ما انا بشد ولادي بالظبط. النشا بتعمل كده بقى في البشرة اهو شايفين. بصوا شايفين بقى ازاي كريمي اهو. احنا هنستخدمه بقى بعد ما يبرد، طبعا ما تحطوش على بشرتك دلوقتي، لازم لما يبرد اهو يبرد خالص وبعدين تبدأي تحطيه على بشرتك. تحتفظي بيه في التلاجة لمدة أسبوع أو أسبوعين، حابة تستخدميه كل يوم مفيش مشكلة مش بيضر، عمر الحاجات الطبيعية ما بتضر. حابة تخليه بقى تستخدمي مرة الصبح مرة بالليل، المهم إن أنت مش هتحتاجي ولا نقطة ميك اب بعد الماسك ده. ده عن ثقة يا جماعة وعن تجربة. بصوا بقى كريم إزاي، احطيه بقى في علبة حلوة كده شيك وخليه في التلاجة عندك هيجمد أكتر من كده. دي قد ايه على بشرتك؟ حابة تسيبيه 10 دقايق تسيبيه على بشرتك، وبعدين حابة تغسلي وشك بعد كده اتفرجي بقى على ايه؟ على لون البشرة. شايفين؟ بصوا الفرق، بصوا هنا اليد دي بقى بصوا الحلقة ازاي؟ يعني لسه مسبتوش. بصوا دي بناخد الكريم بتاعنا وبنروح نحطه في التلاجة. وبحب أذكر آية وأقول لها آية حبيبتي ركزي في الوصفة يا ماما، ركزي ركزي. مش عايزة أسألها في الكومنتات منك أنت بالذات. لا اسألي براحتك أنا بهزر معاكي. آية حبيبتي وصاحبتي ومن متابعيني، وهي اللي طلبت مني أعمل لكم الماسكات اللي أنا بعملها في الطبيعة. طبعا أنتوا مش عارفين تشوفوني بس يعني زي ما انا كده، هو ده شكلي، هو ده شكلي بالظبط. فقالت لي يا بنتي انت بتعملي ماسكات حلوه ووصفات حلوه، طيب ما تفيدي بيها غيرك. قلت لها حاضر من عينيا. انا طبعا كل متابعيني وكل المشتركين عندي في القناه لازم يستفيدوا، فحبيت اعمل لكم الماسك ده عشان الكل يستفيد وان شاء الله يعجبكم. حابه اقول لآيه يا ريت بقى انت ومكه تصفوا الجو وتصفوا ما بينكم بقى النفوس، وانتوا اخوات وحبايب مع بعض مش عايزاكم تزعلوا من بعض. وايه ما تقصدش يا مكة خالص، ومكة بتحب ايه قوي وانا بحبكم انتوا الاثنين. شكرا جدا لكل اللي تابع الفيديو ولكل اللي قعد معايا للاخر، وان شاء الله يعجبكم جدا. ومستنيه كومنتاتكم ومستنيه تعليقاتكم ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب.